على مستوى الشاطئ الشواطئ لازم نكملوا في هذه الخدمة ليلة نهار مع المجهودات اللي تبذلوا فيها. من هنا انطلقت المداهمة الخاصة لمصالح الجهاز الأمني بولاية عين تيمشنت. كملوا في هذه الخدمة ليلة نهار إلى أن نحد من كل هذه الظواهر الاجتماعية السلبية التي تنخر بشبابنا. الهدف نزيد نأكد الوقوف على مدى تطبيق قرارات مجانية الشواطئ العينة شاطئ ابن صاف. المحطة الثانية حظائر السيارات، أين كشفت المداهمة عن تحايل أصحابها باستعمال تذكرتين، الأولى تحمل تسعيرة 100 دينار جزائري من أجل التمويه، أما الثانية فتحمل تسعيرة 200 دينار جزائري. حين تم كشف العاملين بهذه الحظائر الذين يقومون بإجبار أصحاب المركبات الصغيرة على دفع تسعيرة 200 دينار جزائري، وهو ثمن مضاعف للتسعيرة المحددة قانونا. نمر ايه هذه هي علاش في الصباح محسومة وعشية صومة سطرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأمنية لضمان راحة المصطافين من خلال تسخير كل الوسائل المادية والبشرية ولضمان السير الحسن لموسم الاصطياف. مصالح الشرطة تتكفل بتقديم خدمة أمنية للمصطافين من خلال التوجيه والتدخل، إضافة إلى ذلك مصالح أمن ولاية عين تيمشنت عملت على تسطير خرجات ميدانية لمحاربة ظاهرة الاستغلال الغير شرعي والعشوائي للشواطئ من طرف الخواص التي تفرض على المواطنين دفع مستحقات غير قانونية ومحاربة ظاهرة الركن العشوائي للمركبات، كذلك تكريس مبدأ موسم الصيف دون حوادث مرور، كذلك محاربة حظائر العشوائية عن طريق التدخل وتقديم المخالفين أمام الجهات القضائية المعنية. أنا على مرافقتنا لمصالح الأمن استمرت، والدور هذه المرة على أصحاب المحلات من مستغلي الأرصفة بوضع حواجز تعرقل حركة المرور، مجهودات استحسنها المصطافون. الحقيقة هنا من أول ما جينا والشاطئ مليح والأمن مليح مستتب، كل حاجة مليحة هنا، يعني من أول الأمن والحماية الوطنية كل شيء موجود هنا في الشاطئ. الحمد لله هذا العام راه كاين الأمن مليح، راه كاين النقاوة الحمد لله، كاين مكاش فوضوي كيما نداري، الناس كاع راها تجمع اليز. هاد العام راه الامن راه سيكيريتي، الناس ديجا ليكليراج في الليل، لي زون فامي راهم يجوا في الليل 3 تاع الصباح، ما كانوش هادي الاعوام فاتوا ما كانوش الناس تريح هنا تخاف يقري من لاغريسيون. خرجات هدفها التصدي وبصرامه لمخالفي تعليمات مجانيه الشواطئ والسهر على امن المواطنين وممتلكاتهم طيله موسم الاصطياف عبر شواطئ ولاية عين تيمشنت.